هوائية لمغادرة الرياض والمشاركة كذلك في البحث عن ناجين ورفع الركام في المناطق المتضررة بتركيا وسوريا كذلك. هذه السيارات الدفاع المدني كما نشاهد تستعد للمغادرة، وهؤلاء أفراد الدفاع المدني الذين سيشاركون في الأراضي التركية والسورية للبحث عن ناجين ومحاولة اللحاق بمن هم تحت الأنقاض قبل أن يخطفهم الموت. أعداد الضحايا ما زال يرتفع،